بالنسبة لمعاناة مريض القلب في اليمن، معاناة كبيرة جدا، من حيث أولا قلة المراكز المتخصصة في مجال القلب في اليمن، ثانيا كثرة المرضى نتيجة الإصابة بمرضى بأمراض القلب، سواء كانت التشوهات الخلقية عند الأطفال أو الشرايين أو الإصابة كذلك بأمراض الصمامات. فمعاناة المريض معاناة كبيرة جدا، تبدأ من التشخيص انتهاء بالعملية. نسبة الإصابة بالأمراض أمراض القلب عالية جدا زي ما قلنا. نبدأ أكثر مرض شيوعا هو مرض الشرايين التاجي أو قصور الشريان التاجي. المرض الذي يلي القصور الشريان التاجي اللي هو مرضى الحمى الروماتيزمية وتأثيرها على صمامات القلب. المرض الذي يليه هو ارتفاع ضغط الدم وتأثاره الجانبية على باقي أعضاء الجسم. مرض اللي بدأ يبدأ أكثر شيوعا أو بدأ ينتشر بطريقة عالية اللي هو مرض العيوب الخلقية للقلب. طبعا في جانب القلب وأمراض القلب، طبعا أمراض القلب أغلبها أمراض مزمنة، و يعني خدماتها أو العلاجات حقها مكلفة وتستمر لفترات طويلة وبعضها مدى الحياة، والعمليات حقها يعني غالية والتدخلات حقها مكلفة يعني على المواطن. طبعا نحن في حضرموت لا توجد لدينا مراكز قلب تبع الحكومة. نادر جدا تجد الطبيب المتخصص في مجال القلب. كثير من المحافظات أو من المدن أو المناطق البعيدة لا يوجد فيها طبيب أو فيها مستشفى أو مركز متخصص للقلب. كذلك المراكز الجراحية لا يوجد في اليمن، سواء مراكز قليلة جدا ومعظمها في العاصمة صنعاء. للأسف ليست هناك وحدة عناية مركزة خاصة بأمراض القلب. من المعترف به أن في عناية مركزة عامة وفي عناية مركزة خاصة بأمراض القلب، هذه وللأسف غير متوفرة في كل مستشفيات حضرموت، سواء كان في الصحراء أو في الساحل أو في الوادي. الحاجة الثانية نحن نفتقر لها اللي هي وجود وحدة متابعة لآلام الصدر، وهذه تكون متواجدة في الطوارئ. في البداية كانت حالة الطفل لما اكتشفنا عنده حالة انه عنده في مرض في القلب، يعني لما كان سنه سنتين، اكتشفنا فيه عنده مشكلة في القلب. وبعدين طلعنا الى المكلة هنا، عملنا له اشعة الايكو، فاكتشفوا انه في مشكلة عنده في القلب ويحتاج عملية وضروري تكون بالخارج. فنجد المريض يسعى أولا إلى من يتكفل عيادته أو علاجه، فعندما يتم تشخيص الحالة ويبين إن كان هناك إصابة بالقلب، تجد الصعوبة الثانية في تكاليف عمليات القلب. وبالنسبة للمراكز الحكومية أعداد كبيرة جدا منتظرة للعمليات، منتظرة للبعثات الطبية الزائرة، فتتراكم الأعداد في المستشفيات وفي المراكز، توصل لغاية أن المريض يتابع أكثر من 3 سنوات ينتظر موعد عمليته ولا يستطيع أن يعملها. شعوري كأب يعني أنك إيش أقول لك، يعني تحس بحاجة في صدرك، يعني أنك من ضيق ومن يعني ما أقدر أوصف لك شعور، يعني كيف الإنسان لما يشوف ابنه مريض ولا يقدر انه يسوي له اي حاجه. وبعدين وكلت امري لله. كثير من المرضى لا يستطيع على قيمه العلاج، فعلاجات القلب مكلفه جدا، لذلك كثير من المرضى لا ينتظم
على علاج على استمرار في العلاج، فيحصل دائما لهم اما الانتكاسه في المرض نتيجه عدم استخدام العلاج، فكثير منهم تعاود المستشفيات، البعض منهم اكثر من شهر يدخل المستشفى. انا طلعت للمكلا، ومن المكلا رجعت لصنعاء عند الدكتور عبد الناصر، وعملنا له اشعه ثاني مره، وقال ضروري يعني تسفير للخارج، يعني امكانيات الدوله هنا في اليمن ما تسمح انك تعمل مثل هذه العمليات الاطفال. ولكن الاخوه في مؤسسه القلب هم قايمين بهذا الدور، ونحن لنا شراكه معهم، شراكه كبيره مع الاخوه في مؤسسه القلب، وايضا الشراكه حقنا تؤسس لشراكات مستقبليه من خلال المساهمه في تشغيل مركز القلب الذي يبنى من خلال مؤسسه القلب. الكثير يتساءل من اين اتت فكره مؤسسه امراض القلب الخيريه لنا. فالحمد لله رب العالمين ان اخوكم احد مرضى القلب، وعانت معاناة كبيرة جدا سواء كان في السفارة أو في الخارج أو في متابعة علاجي، فمن هنا أتت فكرة إنشاء أو إقامة مؤسسة أمراض القلب الخيرية. بعد ما الحمد لله رب العالمين من الله عز وجل علي بالشفاء أو استقرار الحالة الخاصة بي، تشاورنا مع بعض الاستشاري القلب على راسهم معالي الدكتور عبد الناصر بن إباري وبعض الأخوة القائمين في المؤسسة على فكرة إنشاء مؤسسة لأمراض القلب تهتم وتعتني بمريض القلب. فكانت فكرة ولكن اليوم أصبحت واقع ملموس ولله الحمد. استفاد خلال الفترة هذه من إنشاء المؤسسة آلاف المرضى، أجريت آلاف العمليات القلب المفتوح، أجريت آلاف القساطر للمرضى. والمؤسسة بدأت بفكرة مساعدة المريض أو السعي للمريض من خلال عرض التقارير الأطباء، إلى اليوم أصبحت المؤسسة تعالي المريض. استقبلت عيادات المؤسسة أطباء زائرين من عدة دول، منهم الكادر المحلي من العاصمة صنعاء المتخصصين في علاج قلب الأطفال وكذلك في علاج القلب لدى الكبار. استقبلت المؤسسة أطباء من كندا، من إيطاليا، من السعودية، من دولة الإمارات العربية، وتم من خلالهم معاينة الكثير من مرضى القلب وعلاجهم ولله الحمد. عملي كطبيب في مؤسسة أمراض القلب الخيرية جاءت أنه الواحد محتاج انه يقدم خدمة لأهله، تمام، وتكون الخدمة هذه مقدمة، ما اقول مجانا بس تقدم مدعومة وتقدم بسعر غير مكلف للمريض، ويستطيع المريض انه يقدر على زي ما قلنا القيمة، او يقدر على القيمة انه يقدر يدفع بالنسبة لتشخيص هذه الأمراض. بالنسبة للخدمات اللي تقدم لمرضى القلب في المؤسسة، فالحمد لله لدى المؤسسة أجهزة حديثة من أجهزة الإيكو، لدى المؤسسة ثلاثة أجهزة إيكو وهذه ربما لا توجد في كبرى المستشفيات. لدى المؤسسة جهاز ستريس اللي هو تخطيط القلب المجهود وهو جهاز حديث. لدى المؤسسة منظار القلب ولا يوجد إلا في بعض المستشفيات في اليمن كلها، يعني لا تتجاوز 3 إلى 4 مستشفيات.
لدى المؤسسة أجهزة تخطيط القلب 24 ساعة، قياس الضغط 24 ساعة، فمعظم الأجهزة التي يحتاجها المريض القلب لتشخيص المرض متوفرة ولله الحمد. الخدمات اللي تقدم الآن لمرضى القلب أغلبها تقدم عبر الأخوة في مؤسسة القلب، وعلى رسم الأخ محمد بشعيب رئيس المؤسسة والدكتور عبد الناصر المنيباري في مجلس الإدارة، يعني تقدم خدمات كبيرة جدا يعني بملايين الريالات لكثير من المرضى، من يعني ناس غير قادرين على يعني معالجة أنفسهم أو أخذ علاجات باستمرار مدى الحياة أو عمليات قلب مفتوح أو تركيب دعامات وغيرها. طبعا إحنا لو تكلمنا من الجانب الطبي، إحنا الخدمات اللي تقدمها مؤسسة أمراض القلب خدمات عديدة، لكن اللي نحس فيه بسعادة غير طبيعية اللي هو رسم البسمة، سواء كان على المريض أو على الطفل الذي يأتي لمؤسسة أمراض القلب ويحس أنه هناك مكان يقدر لو أحس بأي ألم أو أحس لا سمح الله بأي شكوى يلاقي المكان اللي يقدم خدمة ممتازة وبسعر رمزي. فهذا المؤسسة رائدة في هذا الجانب وتخطط بشكل سليم، وعندهم ملفات كبيرة لكثير من الناس، وعندهم طابور من المرضى كل واحد في وقته، وعندهم عيادة مختصة في المؤسسة. عملت المؤسسة على استقدام الكثير من الفرق الطبية الزائرة من المملكة العربية السعودية ومن دولة الإمارات وغيرها من الدول، وسبق أن تم التنسيق مع أطباء قلب من إيطاليا. غالبا بالنسبة للمخيمات الجراحية أو الحملات الطبية الجراحية هناك اتفاق ما بين المؤسسة وما بين مستشفى العسكري في صنعاء، وكذلك ما بين المؤسسة ومستشفى الثورة في صنعاء على استقدام الفرق الطبية الزائرة، ويتم إجراء عمليات للمرضى من جميع محافظات اليمن. بالنسبة لنطاق عمل المؤسسة، فالمؤسسة مكتبها الرئيسي في المكلا، لكن نطاق عملها يشمل الرقعة الجغرافية لليمن بشكل عام. فالحالات المسجلة للمؤسسة للجراحة القلب أو العمليات القلب المفتوح أكثر من 3000 حالة مسجلة لدى المؤسسة لإجراء عمليات، وهذه الحالات من معظم محافظات اليمن. فالحالات التي تم اختيارها مثلا للسفر للسودان تشمل 4 محافظات من اليمن، المرضى من 4 محافظات يمنية. المرضى الذين تم سفرهم الدفعة الأولى إلى الهند الأطفال، فمنهم من الحضرموت ومنهم من صنعاء على حسب الحاجة التي تستدعي إنقاذ حياة المريض. الدفعة الثانية التي سيتم إرسالها إلى الهند فهي من 4 محافظات، من حضرموت وعدن وشبوة وصنعاء. فنطاق عمل المؤسسة لا يشمل محافظة حضرموت فقط، وإنما هي متنفس لجميع مرضى القلب في اليمن. نحن في مكتب الصحة بالمحافظة نحاول ندعم ونحاول أن نكون في شراكة مع هذه المؤسسة، بحيث أن الخدمات التخصصية في هذا الجانب مع مؤسسة القلب أو أمراض القلب يكونوا عبر مؤسسة القلب، ونحن نعمل شراكة لمدهم رفدهم بكادر صحي وسطي أو تدخلات معهم في أي جوانب تساهم في هذا الجانب. بالنسبة للحملات الطبية العلاجية بالقسطرة، الحمد لله كان لدى المؤسسة اتفاق مع جامعة حضرموت أثناء وجود عمل جهاز القسطرة عندهم، واستخدمنا أكثر من فريق طبي زائر من المملكة العربية السعودية من دولة الإمارات، وجريت عمليات نوعية لأول مرة تجرى في اليمن داخل حضرموت تم عملها، بحيث أنه قلة الإمكانيات وعدم وجود مركز، لكن الفريق الطبي مضطر أنه يجري مثل هذه العمليات لإنقاذ حياة كثير من المرضى. عدد الحملات التي تمت بالتنسيق مع المؤسسة والفرق الطبي الزائرة أكثر من 23 حملة طبية خلال 5 سنوات الماضية. وصل أعداد المرضى الذين استفادوا من هذه الحملات بالنسبة لعمليات القلب المفتوح قد تجاوز 1500 عملية قلب مفتوح. كذلك القساطر العلاجية اللي تركيب دعامات أو عمليات التشوهات الخلقية عند الأطفال أو توسعة الصمامات الميترالية لدى الكبار، فالحمد لله كذلك وصل العدد إلى أكثر من 1700 عملية خلال 5 سنوات الماضية. كذلك بالنسبة للحملات الداخلية اللي تمت، المؤسسة عملت على الوصول لمريض القلب وليس يعني تنتظر أن يأتي لها مريض القلب، فنحن نسعى إلى عمل حلول مبكرة أو اكتشاف مبكر لمريض القلب
فعملنا على تشكيل فرق طبية مكونة من استشاري القلب من داخل اليمن ومن خارج اليمن. فقد سبق وأن تم النزول إلى محافظة سقطرة أكثر من مرة، كذلك المهرة ومحافظة عدن ومحافظة الحديدة، بالتنسيق مع مكتب وزارة الصحة وبالتنسيق مع جمعية القلب اليمنية. كانت هناك نزولات وتم معالية أعداد كبيرة جدا من المرضى، أولا كشف على المريض ومعاينة، ومن ثم تتخذ الإجراءات المطلوبة للمريض. فكثير من المرضى بعد ما تم إجراء الفحوصات والكشف والمعاينة عليهم اتضح أنهم بحاجة إلى قصات العلاجية، قصات التشخيصية، ومن ثم عمليات قلب مفتوح أو دعاوى قصات العلاجية. والحمد لله معظم المرضى الذين تم النزول لهم عملت لهم الحلول أو تم عمل الحلول لهم المناسبة. بالنسبة لي كطبيب عامل في مؤسسة أمراض القلب الخيرية، أحس براحة أو في يعني براحة في التعامل مع الأجهزة الموجودة في عيادات المؤسسة، لأن الأجهزة المستخدمة أو متوفرة حاليا أجهزة حديثة جدا سهل علينا تشخيص المرض، سواء كان من جهاز الموجات الصوتية على القلب، جهاز التخطيط، جهاز رسم القلب بالمجهوز، وجهاز حديث جدا. طبعا هذا يرجع إلى سياسة المؤسسة وإدارة المؤسسة أنها تسعى وراء كل جديد وكل حديث في عالم أمراض القلب وتشخيص أمراض القلب، ونحاول بالإمكانيات المتوفرة معهم أن تتوفر هذه الأجهزة في عيادات ليتم تشخيص المرض وسهل لتسهيل تشخيص المرض وإجراء اللازم. التثقيف الصحي بدأ ينشط في عمل مؤسسة أمراض القلب الخيرية لتقليص ومحاولة تقليص أعداد الإصابات بأمراض القلب. اثنين، توعية المواطنين بأمراض القلب وأعراض أمراض القلب ليتم تقليص أو تخفيف تقليص عدد الإصابات ونشر التوعية الصحية خاصة بأمراض القلب. نخطط للمستقبل من خلال ابتعاث كثير من يعني من الشباب يعني الخريجين البكالوريوس طب العام، ابتعاثهم للخارج لدراسة الدراسة في أمراض القلب للمستقبل، وهذا يجب أن تساهم به وتركز عليها بعض المؤسسات الداعمة الموجودة في الميدان، وخصوصا الحضارم والمؤسسات وأهل الخير الداعمين التجار الحضارم لهم باع كبير في ابتعاث الطلاب للخارج، يركزوا على هذا الجانب لأنه نكاد نحتاجه في حضرموت وخاصة للمستقبل. بالنسبة لصعوبة الوضع في اليمن وعدم استطاعة المريض الوصول إلى العاصمة صنعاء أو لعدم تشغيل مراكز القلب بالحجم المطلوب لها التي نقص في المستلزمات، فواجه مريض القلب صعوبات كبيرة جدا. فالكثير منهم أما أنهم ساءت حالتهم أو هناك أعداد كبيرة جدا من الوفيات، فسعت المؤسسة لإيجاد بعض الحلول لهذا المشكلة. فكانوا لله الحمد تواصل مع الأخوة في دولة الكويت، منهم جمعية صندوق عانة المرضى، وتم عبر اللجنة العليا للإغاثة دولة الكويت تبني مجموعة من عمليات القلب المفتوح في دولة السودان. فالحمد لله تم التنسيق ما بين مؤسسة أمراض القلب الخيرية واللجنة العليا للإغاثة بدولة الكويت ووزارة الصحة السودانية على وضع برنامج لإجراء عمليات قلب مفتوح لأطباء مرضى القلب اليمنيين بدولة السودان. هذا من الحلول التي وضعت يعني حاليا. كذلك تم إرسال مجموعة من مرضى القلب الأطفال عبر مؤسسة مجد يعقوب، حيث تبنت مجموعة من العمليات وتم إرسالهم إلى دولة الهند وجريت لهم عمليات، وما زالت هناك مجموعات أخرى إن شاء الله في الطريق لإجراء عملياتها في الهند. جيت لهنا، تواصلت معهم، قدمت تقارير عندهم، وفي البداية قد جت بعثة بس أوضاع البلاد، لما معنا أوضاع البلاد والأوضاع السياسية وهذا، وتأخرت. ولأن قبل في نهاية شهر 9 اتصلوا علي بداية شهر 9 وقالوا في منحة لابنك إلى الهند. لما اتصلوا علي بصراحة شعور لا يوصف، بحيث أنه والله أنه بكيت يعني من كثر السعادة ومن كثر الفرحة. إن الحمد لله أن ربك ربي يعني يسر الأمور، دعيت والحمد لله وربك استجاب. من ناحية التكاليف العملية
ومن ناحية السفر والتأشيرات والتذاكر والعلاجات والعملية الحمد لله تكفلت بها مؤسسة أمراض القلب الخيرية. حضرموت، شبوة، المهرة، سقطري يحتاجوا إلى مراكز تخصصية مثل مراكز القلب، مفروض الدولة تقوم بهذا الجانب. أيضا مراكز الحروق، مراكز الكلى كثير منها منتشرة، مفروض أن تدعم وتنضم إلى الدولة، كثير منها تقدم عبر أهل الخير. لكن يعني جعل هذه المراكز موجودة في المركز فقط هذا غير مقبول، والأزمة الحالية أظهرت هذا الجانب أن كثير من الناس غير قادرين للوصول للمركز لطلب خدمات من في جانب القلب، في جانب كثير من الأمراض، في جانب سرطانات وغيرها، في صعوبة في الوصول لها. فالزمام السكاني هو اللي يحدد الخدمة، وأظن تشتت السكاني الموجود اللي عندنا، والزمام السكاني الموجود في الإقليم يحتاج إلى كثير من المراكز التخصصية. ففي إشكالية في المراكز التخصصية، ووزارة الصحة المفروض تعيد هيكلة سياستها في عملية تقديم الخدمات الصحية وفق النظام الصحي الموجود. وضعت المؤسسة منذ تأسيسها ومن ضمن أهدافها إنشاء مركز قلب خيري في حضرموت. فخلال 5 سنوات ولله الحمد كان هناك تواصل مستمر مع استشاري القلب ومع الأخوة المحسنين على إقامة مركز قلب خيري في حضرموت، وتم وضع حجر الأساس لهذا المركز في 2014 بحضور كل من البروفيسور جميل عطاء والدكتور أحمد الكمالي من دولة الإمارات وجميل عطاء من المملكة العربية السعودية على وضع حجر الأساس لمركز نبض الحياة لمعالجة وجراحة القلب. ونتيجة الأوضاع التي حصلت وتدهور الأوضاع في اليمن، ففكرت أو سعينا على إنشاء مركز قلب إسعافي لوضع حل سريع لمعالجة المشكلة الكبيرة التي يعاني منها مرضى القلب. فالحمد لله قد أنجزنا العمل الأكبر من هذا المشروع. فالحمد لله تم توقيع عقد شراء وتوفير جهاز قسطرة من شركة فيليبس بما يعادل $1,000,000. كذلك وصلت بعض التبرعات من أجهزة العناية المركزة من الدكتور أحمد الكمالي من دولة الإمارات وهي في طريقها لليمن. وإن شاء الله يعني أتوقع أنه خلال الفصل الأول من 2016 يعني على نصف 2016 إن شاء الله يكون المركز شغال بإذن الله تعالى، وإن شاء الله كلها شهور ويصبح لدى المؤسسة مركز قلب متخصص في معالجة جراحة القلب. فنقول وداعا لسفر مريض القلب إلى الخارج، إن شاء الله تعالى يتعالج داخل اليمن بكوادر طبية محلية وأجنبية.